التقى الأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأربعاء المدير العام لمديرية غيل باوزير الأخ سالم عبد الله العطيشي، حيث كرس اللقاء لمناقشة جملة من المواضيع التربوية والتعليمية بالمديرية. وفي مستهل اللقاء أكد الأستاذ بعباد على الأهمية والمكان الكبير التي تحظى بها مديرية غيل باوزير من بين مديريات محافظة حضرموت من خلال النجاحات الكبيرة والنتائج المشرفة التي يحققها أبناؤها سنويا على مستوى الجمهورية في التحصيل العلمي. ومضيفا في خلال اللقاء أن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لن يتوانى في تقديم أوجه الدعم والمساعدة للمديرية بما يمكن التلاميذ والطلاب من أداء حصصهم دون مشاكل قد تعترضهم. بدوره أثنى الأخ سالم عبدالله العطيشي المدير العام لمديرية غيل باوزير على جهود قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت الساحل والدور الكبير الذي تقوم به في سبيل استقرار العملية التربوية والتعليمية في المديرية، مبدياً استعداد السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير الدراسة في المديرية.